السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم ب تجربة GST Association. بعد تحميل البرنامج نقوم بفكه اكستراير سي، ونقوم بإدخال الرمز الفك هو 1 2 3 4 5 6. بعد ذلك سوف يصبح عندنا هذا الملف، ملف GST. بعد ذلك سوف ندخل إلى الملف ونقوم بهذا الملف، هذا application. بعد ذلك سوف ندخل إلى البرنامج supervisor، وكلمة المرور هي supervisor. بعد ذلك connecté start الابليكاسيون. هنا سوف ندخل اسم الجمعية، مثلا جمعية، سوف نقوم بإدخال جمعية الأمل مثلا، وهنا جمعية عادية. ثم نقوم بتفعيل حفظ، هل تريد الحفظ؟ نعم. بعد ذلك إغلاق، وهنا سوف ندخل فترة الانتداب. الانتداب هي فترة التسيير المكتب الجمعية، مثلا من 2023 إلى غاية 2024 2025. وهنا التاريخ 23 إلى 31/12/2025. الموسم هو الموسم الحالي، مثلا كل سنة سوف نقوم بإدخال الموسم، وهنا 31/12. بعد ذلك سوف نقوم بإغلاق هذه النافذة. سوف نجد هذه المعطيات، وإذا شئنا نقوم بملء العنوان والمدينة، وهنا شعار الجمعية يمكن تحميله، وهنا معلومات عامة، ثم إغلاق. وبعد ذلك عندنا إعدادات جمعية، عندنا يمكن تحديد هنا الانخراط السنوي أو الشهري، وهنا مبلغ الانخراط. مثلا سوف نقوم بمبلغ سنوي مثلا 150 درهم. وهنا الواجهة، يمكن تغيير هذه الألوان بالطريقة التي يريدها المستخدم. هنا عندنا إعدادات، وهنا لائحة سنوات التسيير، سوف نقوم مثلا من 2025. وعندنا هنا نقطة قبول، سوف نقوم بشرحها لاحقا. إغلاق. بعد ذلك عندنا يمكن إدخال المستويات الدراسية، يمكن إدخال حالة المسكن، هذه إعدادات كاملة. ثم عندنا الجمعية، عندنا لائحة الأعضاء ومهام الأعضاء، يمكن إدخال الرئيس، نائب الرئيس، رئيس، هنا عندنا كاتب العام، نائب كاتب، عندنا أمين المال، نائب أمين المال، مستشار. سوف نقوم بالتاء إذا كانت هناك مستشار مثلا. ثم بعد ذلك يمكن إدخال أعضاء الجمعية، كل باسمه. مثلا سوف نقوم اسم الشخصي محمد، اسم العائلي مثلا ياسيني. وهنا سوف نحدد له مهمته، هل هو رئيس، وتاريخ العضوية، ورقم الانخراط، وتاريخ الازدياد، وجميع المعلومات. وهنا عندنا تفاصيل، وعندنا وثائق، وهنا عندنا السجل.
وبعد ذلك سوف نقوم بالحفظ. عندما نقوم بالحفظ يكون عندنا هذا الاسم هنا بأنه من أعضاء الجمعية، وعندنا المستفيدين نفس الشكل بالنسبة لبطاقة المستفيدين، اسم الشخصي سوف نقوم كريم. يمكن كتابة الاسم الشخصي والاسم العائلي في نفس الخانة أو تحديد الاسم كريم مثلا مغربي. رقم التسجيل 1001، تاريخ التسجيل سوف نقوم بتاريخ التسجيل اليوم مثلا، ثم نقوم بالحفظ. وهنا عندنا مجموعة من المعطيات مثل تاريخ الازدياد والأبناء إذا كان يتوفر على الأبناء والسجل والتقييم ومجموعة من المسائل التي سوف نلاحظها ونكتشفها من بعد. عندنا لائحة المتعاقد، نفس الشيء كالمستفيد ولكن هذا هو المتعاقد. وعندنا لائحة الأنشطة، وعندنا لائحة المتبرعين، وعندنا سجل العمليات. هنا سوف يقوم ويذكر البرنامج بأن عندنا اسم الحساب مثلا الصندوق، هنا الصندوق رقم 1 مثلا. إذا كانت الجمعية تتوفر على مجموعة من الصناديق حفظ، عندما ندخل الصندوق أو الصناديق يمكننا أن نقوم بالعمليات المالية كالإيرادات والمصاريف وهكذا. بعد ذلك عندنا المعونات، ملف المعونات، وعندنا ملف الجلسات الاجتماع أو أنواع الجلسات وهكذا. يمكن لنا أن نقوم بأرشفة جميع معطيات الجمعية. وهنا حول البرنامج، حيث أنه برنامج مجاني لتسيير وإدارة الجمعيات ومن تصميم بوسيت هذه. عندي هنا الإيميل للمساعدة أو أي شيء لتطوير البرنامج. ولا تنسونا في صالح دعائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.